بالنسبة لجامع القطانين أحد الجوامع الأثرية في مدينة الموصل، في الفترة الأخيرة شهد مرحلة إعمار من قبل مديرية الوقف السني وبالتعاون مع مفتشية آثار وتراث نينوى من حيث الإشراف الآثاري على الأعمال. أنجزت بعض الأعمال الأولية من رفع الأنقاض وصيانة بعض الجدران في داخل وخارج المصلى وفي الرواق الخارجي، لكن بالنسبة للقبة الحالية، قبة الجامع وهي من القباب الأثرية المهمة في جامع القطانين اللي شيدت باستخدام الطابوق الآجري وجزء كبير منه أيضا مزجج، لكن للأسف الشديد بعد الأحداث الأخيرة تعرضت هذه القبة إلى أضرار كبيرة أدت إلى سقوط وفقدان عدد كبير من قطع الطابوق الأثري. فعلى هذا الأساس وبالاتفاق مع مديرية الوقف السني سيتم المباشرة بإعادة إعمار القبة بإشراف مباشر من قبل دائرة الآثار وإعادتها إلى وضعها الأصلي باستخدام الطابوق الأصلي وتعويض المفقود منه، مع معالجات كثيرة سيتم تنفيذها في خارج وداخل القبة داخل المصلى لضمان سلامته وعدم حدوث أي أضرار فيها مستقبلا. في أين نوصل؟ الأعمال في باقي المواقع الأثرية مستمر، تم المباشرة بأعمال إعادة بناء المنارة، وكذلك بالنسبة للكنائس كنيسة الساعة وكنيسة الطاهرة، بالإضافة إلى أعمال أخرى بالنسبة للمباني التراثية. أعتقد تم إنجاز المرحلة الأولى أو المجموعة الأولى من الدور السكنية في محلة الجامع الكبير، واللي شهدت في الفترة الأخيرة أعمال ترميم ضمن مشروع إحياء روح الموصل وإعادة استقرار.